فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يضيق بعض من يريد الخير على نفسه بأن يعتكف في المسجد الحرام مع شدة الزحام وقلة الخشوع للزحام الكثير، فهل يقال بأن الأفضل أن يعتكف في مسجد آخر؟ المسجد الحرام أفضل، المسجد الحرام أفضل، ولا يمنع منه كثرة الزحام، اجلس في مكان ولا حد جاي يقومك منه، اجلس فيه لذكر الله وللعبادة. وإن كان مكانا خاليا مثل محتجز في ستائر هو أفضل. نعم، إن تيسر هذا. نعم، فضيلة أو في حجرة في المسجد الحرام من الحجر. نعم،